سارعين للمجد والعلياء، مجدي لخالق السماء، وارفع الخفاق أخضر يحمل النور المسطر، رددي الله أكبر يا موطني موطني. قد عشت فخر المسلمين، عاش الملك للعلم والوطن. الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أصغر ولي عهد سعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع منذ 21 من يونيو عام 2017. هو الابن السادس للملك سلمان بن عبد العزيز، ولد في 31 من أغسطس سنة 1985. تخرج الأمير في الحقوق من جامعة الملك سعود، وتزوج ابنة عمه الأميرة سارة بنت مشهور بن عبد العزيز آل سعود، وأنجب منها الأمير سلمان والأمير مشهور والأميرة فهدة والأميرة نورة. يعرف الأمير الشاب بالذكاء الحاد، ووصفه بعض الدبلوماسيين بأنه رجل كل شيء. وأشرف الأمير محمد بن سلمان على قيادة بلاده منذ نهاية مارس سنة 2015 تحالفاً عسكرياً في اليمن ضد الحوثيين وحلفائهم. هو صاحب رؤية السعودية 2030، وهي خطة ما بعد النفط للمملكة العربية السعودية، تهدف إلى تغييرات اجتماعية واقتصادية تم الإعلان عنها في نيسان 2016، وتتزامن مع التاريخ المحدد لإعلان الانتهاء من تسليم 80 مشروعاً حكومياً عملاقاً يمثل سمو جيل الشباب في السعودية، الذين لا يتجاوز نصفهم تقريباً سن 25، فأعطهم فرصة في الاستثمار والعمل من خلال رؤية المملكة 2030. إذن انتقل الأمير الشاب من النفط إلى الاستثمار من خلال الخصخصة وفتح الأسواق السعودية وتطوير السياحة الدينية. وعد بالتغيير وإعادة المملكة إلى ما كانت عليه قبل العام 1979، يوم حظر الترفيه ومنح رجال الدين صلاحيات كبرى. الترفيه عاد إلى ساحات المملكة بوقت يحكى عن فتح دور السينما وإعادة الموسيقى إلى التلفزة. أما الإنجاز الأهم اجتماعياً فكان إعادة حق قيادة المرأة للسيارة، ومنح السيدات مناصب رفيعة في التعليم وريادة الأعمال، كما منحت حق ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات البلدية. أما مكافحة الفساد فبدأت من رأس الهرم في خطوة شكلت سابقة في المملكة وأراحت جيل الشباب.